السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في قناة دليل الطبخ مع هند. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي ندير معكم أهم التحضيرات اللي نقدر نوجدوها إن شاء الله لرمضان المبارك، فخليكم معايا إن شاء الله باش نشوفو. فأنا هنا يا أولا خديت كمية ديال الجزر، كتبقى اختيارية، ديروا القياس اللي بغيتو. فأنا هنا يا درت كمية من الجزر، غسلته مزيان بشوية الماء والخل بطبيعة الحال، وقشرته، وغادي نقطعه قطع دائرية بهذا الشكل هذا. فأنا هذا غادي نديره إن شاء الله للعصير. أنا دائما كنسلقه مني كيكون الجزر موجود وبواحد الثمن اللي هو رخيص، فكناخد منه واحد الكمية وكنقطعها كنغسلها وكنقطعها بهذا الشكل هذا، وكنحتفظ بها في المجمد. ولكن غادي نسلقوه، ضروري ما اننا نسلقوه وعاد نديروه في المجمد. انايا غادي نقطع الجزر ديالي، غادي نديرو ان شاء الله باش يتسلق، وغادي نكمل باقي الكمية. كما قلت لكم ديروا القياس اللي بغيتو، كل واحد يدير القياس اللي بغى. وإلا كان القلب ديالو غليظ فيمكن لكم تحيدوه. فأنا يا هذا عندي رقيق، يعني ما اختاريت خيزو اللي هو رقيق، ما اختاريتش داك الخيزو اللي هكا غليظ. فأنا كملت الكمية كاملة وغادي نديرو إن شاء الله يتسلق. فبعد ما كيتسلق لينا غادي ناخد بلاستيك الخاص بالمجمد. فأنا درت هاد البلاستيك هذا، تقدو ديرو اي بلاستيك بغيتو. فغادي نبقى كناخد كمية اللي غادي نستعمل، كل واحد يدير القياس اللي غادي يستعمل في ديك العصير او في الطحنة العصير. فانا درت القياس اللي غادي نستعمل، واللي بغى يزيد عليه البرتقال ويزيد عليه قطع ديال الفراولة فممكن، باش تجبدوا بلاستيكه وتطحنوها، تزيدوا عليها شويه ديال الماء والسكر وتطحنوها. فانا هاد الطريقه حتى هي كنعتمدها. فانا دابا غادي ندير كل حاجه بوحدها، غادي نعمر بلاستيك كامل، اولا غادي ناخذ الكميه كامله ديال الجزر اللي عندي، غادي نعمرها في هاد البلاستيك هذا. وكما قلت لكم ما غاديش نصفيه من الماء، غادي نخلي داك الماء اللي فيه، فهو ما كيبقاش شي ما كتير وانما غير شويه. فغادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الجزر، وغادي نسدها، غادي نخرج الهواء اللي تيكون في داك البلاستيك، وغادي نسدها وغادي نديرهم في المجمد، فما كياخذوش لينا بلاصه نهائيا بالخصوص بهذه الطريقه هذه. فكيف ما كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا. وتاني حاجه غادي نوجدها ان شاء الله واللي هي الفريز. فانا عندي هنايا كميه من الفراوله، فدائما كتبقى الكميه على حسب كل واحد يدير القياس اللي بغى. فانا هنايا خديت كميه ديال الفراوله، غادي نحيد ليها هاد الشابو الفوقاني اولا ديك الشجيره الفوقانيه. غادي ناخذ فريز كامل، غادي نحيد ليه داك الشابو الفوقاني اولا داك العريش الفوقاني، وغادي نغسلو جيدا بالماء والخل، نحاولو اننا نرقدوه في الماء المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، لحقاش الفريز تيكون فيه التراب. فضروري ما اننا نغسلوه ونعاودو نغسلوه ونديرو شويه الخل ضروري. فانا غادي نكمل كما قلت لكم كاع الكميه ديال الفريز اللي عندي، وغادي نغسلها ان شاء الله جيدا بالماء والخل، وغادي نديرهم في بلاستيكات. غادي نوريكم طريقه اللي كنعتمد بها ان شاء الله. فاول طريقه غادي ندير معكم اللي هي مثلا كناخذ واحد البلاطو، كندير ليه واحد البلاستيكه، كنفرش ليه بلاستيكه وكنستف فيه الفريز بهذا الشكل هذا. علاش كنعتمد هاد الطريقه هذه؟ هي كنعتمدها بزاف بزاف باش ان شاء الله مني كنكونجليو هاد الفريز هذا
وكنبغيو نجمعوه كنجمعوه في بلاستيكه واحده، وكنبقاو كنهزو القياس اللي بغينا، يعني كيبقاو الحبات مفروزين لينا. العكس ديال اننا الا درناه كامل خشيناه في واحد البلاستيكه، يعني ديك البلاستيكه خصنا ضروري نخدموها ديك الساعه كامله، نطحنوها ديك الساعه. فانا غادي ندير هاد الطريقه، وغندير حتى الطريقه الثانيه. فغادي ندير هاد الطريقه هادي، غادي نستف الفريز ديالي في البلاطو بهذا الشكل هذا. وغادي نخليه على جنب حتى كنكونجليه، وغادي نجمعه في بلاستيكه. وبالنسبه للطريقه الثانيه، فكناخد كميه اللي غادي نستعملها في العصير، يعني كميه اللي غادي نستعملها في حين واحد او في دقه واحده. وكما قلت لكم في الجزر، يمكن لكم هاد الفريز هذا تزيدوا ليه قطع ديال البرتقال او قطع ديال الجزر او قطع ديال الحامض. والوقيته اللي غادي تبغيو تطحنوا العصير ديالكم، فقط كتجبدوا ديك البلاستيكه فكيكون فيها جميع الفواكه، الفريز، البرتقال، الحامض، صافي. وكتزيدوا عليهم يا اما الماء ولا الحليب. الا كنتو غادي نديرو الحليب فتكتفيو غير بالفريز والبنان، فماشي مشكل. فانا غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. وبالنسبه للحامض، غادي ناخد كميه كذلك من الحامض، غادي نغسلها مزيان بالماء والخل. ضروري ما اننا نغسلوه بالماء والخل. فكيف ما كتشوفوا انا عندي هنا كميه كثيره، فالنصف ديال هذه الكميه هذه غادي نديروها كحبات في بلاستيكه، يعني حبات صينين، غادي غير نغسلهم وغنحتفظ بهم في بلاستيك. والوقيته اللي غادي نبغي الحامض عصير غادي نجبده وغادي نقطعه ونستعملو عصير. وبالنسبه للكميه الثانيه، فكيف ما كتشوفوا انا خديت الحامض غادي نقشره بهذا الشكل هذا، غنحيد له القشره الصفراء ديالو، غنحاول نحيد حتى هاد البيضه هذه اللي كتكون ماره، ضروري ما اننا نحيدوها كيف ما كتشوفوا. باش مني كنبغيو نستعملوه في العصير ما كيجيناش مار. فغادي ندير معكم واحدة اخرى بنفس الطريقة. واللي كيبغي مثلا يحك القشور ديال الحامض او لا يحك الحامض ويحتفظ بالقشور ديالو، فممكن. فكيف ما كتشوفوا انا بعد ما قطعت كمية من الحامض بهذا الشكل هذا، غادي ناخدها وغادي نبدا كنقطعها القطع دائرية. بعد ما كنقطعوه كنحيد العظيمات اللي تيكونوا في الحامض، باش من منين بغاو نستعملوا العصير ما ي... داك العدومه ما يمروش لينا العصير ديالنا، فهما الا بقاو وطحنوا في العصير فكيجي داك العصير مار. فمن الاحسن اننا نقطعوه دوائر ونحيدوا ليه دوك العظيمات بهذه الطريقه هذه. وكيف ما قلت لكم، ممكن انكم تحكوا الحامض ديالكم اللي كيبغي القشره، ممكن انكم تحكوها وعاد باش تحيدوا ديك القشره البيضاء، وعاد باش تقطعوه بهذا الشكل هذا، اولا ممكن تقطعوه مربعات صغيره وتخلطوه في بلاستيكه واحده مع البرتقال. فانا هاد الطرق كاملين كنعتمدهم، وانا عطيتكم كفكره وانتم غادي ديروا داكشي اللي بغيتو. غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ البلاستيك ديال المجمد، فماشي بالضروره انكم تستعملوا هذا البلاستيك لهذا، فممكن تستعملوا بلاستيك العادي ديال المجمد.
فهنايا غادي ندير القياس اللي انا غادي نبغيه، اللي عارفه راسي انني غادي يكفيني. فكل واحد يدير القياس اللي يناسبه والقياس اللي غادي يستعمل في العصير، فانا هاد القياس هذا كافيني، فقط نزيد ليه الماء وغادي يخرج ليا واحد الكميه اللي هي كثيره من العصير، فقط غنزيد ليه الماء والسكر، وممكن انني نزيد ليه طريف ديال السكنجبير والنعناع، فكيجي المذاق ديالو زوين بزاف. فكنتمنى ان شاء الله تجربوه، وكنتمنى هاد الافكار اللي عطيتكم يعجبوكم. فانا غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي، وبنفس الطريقه غادي ندير للبرتقال. فنفس الطريقه اللي درت الحامض غادي نديرها للبرتقال، وغادي نحتفظ به حتى هو في المجمد، فغادي نديرو في بلاستيكات وغادي نحتفظ به في المجمد. وهنايا غادي ندي كميه من القزبر والمعدنوس، غسلته جيدا بالماء والخل عده مرات. فبعد ما غسلته خليته ينشف شويه من الماء ديالو، وغادي ندوزو باش نطحنوه. فهاد المرحله ضروري ما اننا يعني هاد الشيء هذا كيبقى اختياري، كاين الناس اللي تيبغيو يوجدوا هاد التحضيرات هادي، وكاين الناس اللي ضد هاد الفكره. فانا شخصيا من الناس اللي كيحضروا هاد التحضيرات قبل. فبالنسبه لهذا الشيء اللي كتشوفوه دابا فماشي لرمضان، وانما الايام العاديه ديالي. فان شاء الله مني غادي يقرب رمضان وغادي تبقى فقط 15 يوم، ديك الساعه غادي ندير الكميه اللي غادي نحتاجها في رمضان. فبما ان يعني الجزر موجود، الحامض هذه هي الوقيته ديالو، فعلاش لا ما نستغلوش الحويجات اللي تيكونوا في هذه الوقيته هذه، وتيكونوا بثمن اللي هو رخيص، نستغلوهم وناخذهم ونحتفظوا بهم في المجمد، فلما لا. وكما قلت لكم هذا الشيء كيبقى اختياري، انا فقط اعطيتكم فكره، وللناس اللي تيبغيو هاد التحضيرات هذه فممكن انهم يعتمدوها، والناس اللي ضد هاد التحضيرات فكيبقى الراي ديالهم حتى هو يحترم. فانا غادي نطحن الرباع ديالي، كما شفتوا راه قطعته باش نعاون الماكينه ديالي انها تطحنوا ليا. غادي نطحنوا جيدا، كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد البلاطو، غادي ناخذ واحد البلاطو وغادي نفرش ليه بلاستيكه. فانا دائما هالطريقه كنعتمد عليها بزاف، ديال انني كناخذ بلاطو كنفرش فيه بلاستيكه، وكنحط يا اما الرباع ولا بحال هكا اللحام الدجاج، وكنست في القطع كيف ما درت في الفريز، باش مني كي يتجمد كنجمعو في بلاستيكه وحده، وكيساعدني انني نهز القياس اللي بغيت، ماشي بحال الا مثلا قطعت الرباع وجمعته في بلاستيكه فغادي يجمد ليا، وغيصعب عليا انني ناخذ القياس اللي انايا باغا. فهاد الطريقه هادي كتجي احسن. فغادي نبسط الرباع ديالي فوق البلاطو، فكيف ما كتشوفوا راه ماشي شي كميه اللي هي كثيره، فهذه كميه اللي غير قليله اللي غادي نستعملها انا في الايام العاديه، الوجبات اللي كنستعمل، يعني ماشي شي كميه اللي هي كثيره. فقط انا عطيتكم افكار اللي تقدر تساعدكم، وهاد الافكار هادو راه مهمه للناس، اللي بالخصوص الناس اللي هما خدامين فكيبغيو هاد التحضيرات هادي، فكتساعدهم بزاف. ونفس الشيء غادي ندير مع الكرافس كذلك. خديت كميه ديال الكرافس غسلتها وحيدت من هذاك التراب اللي تيكون في دوك العويدات اولا في دوك العريشات، فغسلته بالماء والخل. فكيف ما كتشوفوا الخل استعملته في جميع، فالخل ضروري ما اننا نستعملوه في الخضر،
فهو كيف ما كتعرفوه معقم. انا غادي نقطع الكرافس بنفس الطريقه كما درت مع الربيع وغادي نعاود نطحنه. بنفس الطريقه انا غادي نطحنو وغادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. كيف ما كتشوفوا راه كميه غير قليله. خديت كذلك بلاطو وفرشت ليه بلاستيكه وغادي نفرغ الكرافس ديالي. نحاول انني نبسطو وغادي نجمدو حتى هو غادي نديرو في المجمد. ومني غادي يجمد فغادي نجمعو في بلاستيكه هو والربيع، وباش ما يتخالطش لينا الربيع والكرافس غادي ناخذ واحد الفتح وغادي نكتب على البلاستيكه. البلاستيكه ديال الربيع راه غادي نكتب عليها الربيع، وبلاستيكه الكرافس غادي نكتب عليها الكرافس. فكيف ما كتشوفوا بعد ما جمد لينا الربيع فكيجي بهذا الشكل هذا، يعني كيسهل علينا اننا ناخذ القياس اللي بغينا. انا دائما الربيع كندير ليه الطريقه هذه. كناخذ القياس اللي غادي يكفيني المده ديال الاسبوع او للمده ديال 15 يوم. ومني كيسالي ليا كندير كميه اخرى. كذلك درتو في بلاستيكه وغنحاول انني نخرج الهواء اللي تيكون داخل في البلاستيك. غادي نسدها وغادي نكمل الربيع اللي عندي. ونفس الشيء غادي نجبد الكرافس ديالي حتى هو بنفس الطريقه. وكما قلت لكم باش ما يتغلطوش لكم غتاخذوا واحد الفيتر وغادي تكتبوا على البلاستيك. البلاستيكه اللي هي فيها الكرافس غتكتبوا عليها الكرافس، والبلاستيكه اللي فيها الربيع غتكتبوا عليها الربيع. وهنايا انايا تحذف ليا المقطع الاول ديال المطيشه، فانا خديت كميه من المطيشه سوريز وكميه من المطيشه اللي هي متوسطه الحجم. خديتها غسلتها بالماء والخل جيدا وقطعتها الى نصفين او على اربعه، تقطعوها على زوج ولا على اربعه، ودرتها في هذه الجميله هذه وخليتها كطيب مزيان مع شويه ديال الملحه. ما زدت ليها لا ما حتى شي حاجه، هي كتطلق الماء ديالها. خليتها حتى طابت وخليتها حتى بردات. بعد ما طابت خليتها حتى بردات. انا كنت صايبتها في العشيه والغد ليه عاد باش طحنتها. كيف ما شفتوا راني طحنتها. بعد ما طحنتها خديت واحد الصفايه وبديت كنصفي في المطيشه اللي عندي. فانا تمسح لي هذاك المقطع او هذاك الفيديو تمسح لي اللي كنت وجدت فيه مطيشه، ولكن ان شاء الله غادي نوجد لكم صلصه البيتزا، صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا. فهي نفس الطريقه وانما بمكونات اخرى. فهذه ديال الحريره، فهاد المطيشه هذه انا كنديرها في الحريره وكنديرها في الكسكسو، فكتنفعني بزاف. فغادي نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الطماطم وغادي نديرها حتى هي في بلاستيكات، فغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. فكما قلت لكم هاد المطيشه هذه كنستعملها في الكسكسو وكنستعملها في الحريره، فكتنفعني بزاف. حتى هي كتنفع بزاف هاد المطيشه هذه. وكما قلت لكم غادي ندير لكم فيديو على صلصه البيتزا، فنفس الطريقه غير هي غادي نزيدو عليها مكونات اخرى. فهذه ما زدت ليها حتى شي حاجه من غير الملحه فقط هي اللي زدت ليها. فانا درت القياس اللي غادي خصني
وغادي نخرج الهواء اللي تيكون في البلاستيك الداخل، وغادي نسد عليها، وغنحاول انني نبسطها بهذا الشكل هذا. فكيف ما كتشوفوا فهي ما كتشدش واحد ليسباس في المجمد بهذه الطريقه هذه، فاش كتحط بلاستيكه فوق بلاستيكه ما كتاخدش لكم واحد البلاصه في الفريغو ديالكم. وممكن انكم تستعملوا علب ديال بلاستيك تستعملوا فيها هاد الطماطم هذه، وممكن تستعملوا البلاستيك العادي حتى هو ممكن، فكيبقى لكم الاختيار على حسب اشنو عندكم واشنو متوفر لكم. فانا كنفضل هذا البلاستيك هذا لحقاش ما كيشدش لك واحد واحد ليسباس في الثلاجه ديالكم او لا في المجمد ديالكم. فانا غادي نكمل كاع الطماطم او لا صلصه الطماطم اللي عندي بنفس الطريقه، وغادي ندخلها للمجمد حتى كتجمد تماما. وهنايا عندي كمية من الفلفلة، يعني فلفلة خضراء وفلفلة حمراء كما قلت لكم. غادي تديروا القياس اللي بغيتو، يعني الكمية اللي بغيتو. فأنا هنايا عندي كمية من الفلفلة، فعندي فلفلة خضراء وعندي فلفلة الحمراء. غسلتها حتى هي مزيان بالماء والخل، وخليتها حتى نشفات، وممكن أنكم تنشفوها بشي سربيتة ولا بشي زويف. صافي غادي نقطع هاد الفلفله هادي، غنحاول انني نحيد ليها القلب ديالها والزريعه، وغادي نقطعها الى قطع. ممكن انكم تقطعوها الى قطع طويله، فهاد الفلفله هادي كنستعملها في البيتزا، كنستعملها هكا في العجائن ديال او في المملحات، الفطائر، مسمن، وكيب في الطويجنات هكا ديال الحوت. وممكن انكم تشويوها وتقشروها وتقطعوها قطع. فانا بهذه الطريقة بجوج كنديرهم، وهذه تاني كتبقى اسهل، يعني ما كتشويوها ما شي حاجه. يعني انا كنعطيكم اقتراحات وانتم غديروا الاقتراح اللي يناسبكم. انا هذه غادي نكملها كامله بهذه الطريقه هذه، يعني كما قلت لكم يمكن لكم تقطعوها بشكل طولي ويمكن لكم تقطعوها مربعات. فانا نقدر ندير كميه نقطعها هكا طويله وكميه نقطعها مربعات. فغادي نكمل كاع الفلفله اللي عندي بنفس الطريقه، وممكن انكم ترقدوا هاد الفلفله هادي في زيت الزيتون مع الثومه والزعتر واليازير، وتخليوهم لهذا البيتزا. فبعد ما قررت الفلفله كامله اللي عندي خديت بلاستيك، وغادي نحاول انني نعمر هذا البلاستيك هذا. فالفلفله ممكن انكم ديروا واحد البلاطو بنفس الطريقه اللي درت الفريز وبنفس الطريقه اللي درت للربيع، تقدروا ديروه في بلاطو وتفرشوا ليه بلاستيك وتعمروه وتحطوا فيه هذه الفلفله هذه وعاد تجمعوها. فانا الفلفله يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه، يعني واخا كنجمعها كامله في بلاستيكه واحده فما كيوقع عليها حتى شي حاجه. فغادي نكمل كاع الكميه اللي عندي، غادي نديرها ان شاء الله في بلاستيكات. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الاشياء او التحضيرات المسبقه لشهر رمضان ان شاء الله. فالجزر بعد ما جمد كيف ما كتشوفوا، الفراوله كذلك، البرتقال راه وريتكم الطريقه بنفس الطريقه اللي درت الحامض، كذلك غادي نطبقوها على البرتقال.
فلفله، مطيشه، ربيع والكرافس. وكما قلت لكم عندي الحامض خليته هكا صين ودرته في بلاستيكه. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اعجابكم الفيديو دائما، دعموني بلي لايك ديالكم وبالاشتراك في القناه وبالتعاليق الزوينه ديالكم. فمع السلامه وفيديو قادم ان شاء الله.